على أحوال الطقس مع موبيليس. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد انقشاع الضباب خلال صبيحة الغد على السواحل، الأجواء ستكون مشمسة على العموم بكافة المناطق الشمالية إلى مغشى جزئيا نحو المرتفعات الداخلية. أما على المناطق الجنوبية الأجواء ستتحسن تدريجيا مقارنة بنهار اليوم. على شمال الصحراء ووسط الصحراء والجنوب الشرقي ستكون السماء مغشاة، لكن تطاير الرمال يبقى يميز محليا مناطق وسط الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي، وصفاء تام على كافة الجنوب الغربي. درجتين تحت الصفر ستسجل خلال ليلة اليوم بباتنا وسطيف، درجتين بمرتفعات تيارت، من 4 إلى 6 درجات بسواحل، 8 بشمال الصحراء، 6 أيضا ببشار، 8 راس وجنات، و15 ستكون كعلى مقياس ببرج باشي مختار وعين قزام. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى مستقرة على العموم، مقاييس ما بين 16 إلى 19 درجة بسواحل، 20 ستكون كأعلى مقياس بمدينة تلمسان، 14 بباتنا، 22 درجة بغردايا وبشار، 24 بتمن راس وجانات، 28 بوسط الصحراء، و33 درجة ستكون كأعلى مقياس ببرج باشي مختار وعين قزام. البحر خلال يوم الغد يكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كافة السواحل، رياح من ضعيفة إلى معتدلة تتنا من شرقية إلى شمالية شرقية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله تبقى الأجواء مستقرة على كافة ربوع الوطن. بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر على السواحل والمرتفعات الداخلية، لكن ابتداء من ظهيرة يوم السبت بحول الله سحب عابرة تخص المناطق الشرقية، احتمال لبعض الأمطار التي ستبقى ضعيفة على العموم، وتطير الرمال يبقى يميز محليا دائما مناطق وسط الصحراء. درجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم. عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة، سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و31 دقيقة. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.